مشاعركم انتي واهان ما بتهمني ابدا وما رح تعمل فرق عندي ريا. المهم عندي انك تتزوجي انتي واهان. معقول مو قدرانه تفهمي قديشك طلعتي وحده غبيه؟ بالاول حملتي وبعدها رحتي على الدكتور؟ وفعلا رحت وقلت لك وقتها انه حياتي كانت بخطر كبير. وسمعتنا يعني ما صارت بخطر؟ اذا ما صار شيء بينك وبين اهان فكيف هو رح يتقبل الولد؟ اكيد رح يتقبله لانه خليته يصدق انه في شيء صار بيناتنا انا وياه. اجا اهان لعندي على الفندق وكان وقتها سكران ومنطفي نهائيا. سكران لدرجه انه ما قدر يتذكر شيء ابدا وشو صار معه وقتها. رح روح لعنده ورح اقول له. اهان الشيء اللي صار بيناتنا بهديك الليله نتيجته هذا الطفل اللي ببطني وبس. وهيك اهان اكيد رح يتزوجني. انت عن جد برايك رح يصدق هالقصه تبعك؟ انا متاكده. مدام راديكا عرفتوا شو صاير؟ دورجا مانا مبينه بالمره وهددت انه رح تقتل حالها كمان. وين ما بتكون ايشكي كل المصايب بتكون موجوده. ما بعرف شو ممكن يصير كمان. انتوا لازم تنزلوا انا رح دور عليها. يلا يلا ريا ما رح يصير لك افضل من هالفرصه لتربحي قلب اهان. لازم تعرفي تتصرفي لحتى يحبك. روحي. ما بيهمني ابدا اربح قلبه ماما. بدي اربح هاللعبه وبس ورح اربحها اكيد. حملي وتهديد ستو بالانتحار كل الوقت رح يزيد حزن اهان ويخليه ينهار ويستسلم. ووقتها اكيد رح ينسى ايشكي وطبعا مرجوعه لعندي. بتمنى انه هالزواج يتم. هالزواج رح يتم لو شو ما صار يصير ماما. كيف هيك ستي قدرت تبتزوا لأهان؟ شو هالظلم هاد؟ روج شو لازم نعمل؟ ستي ما مبينة أبدا. معقول عملت شي بحالها؟ لا تخافي سون علي اطمني هي رح تكون منيحة. أهان أكيد رح يلاقيها بس انتي اهدي شوي. ستي رجعت شي؟ يا قدير أنا دورت عليها كتير. بتمنى تكون هالختيارة ماتت. وقتها رح يصير ابتزاز اهان اسهل بكتير كرمال الزواج. ستي اف منك يا قديش لسه بدك تعيشي؟ يلي بعمرها ماتوا كلهم بس هي بعدها عايشة. ستي وين كنتي؟ كنا رح نموت من الخوف عليكي. اهان بعرف قديه كنت خايف من غياب ستي فجأة بس بشكر القدير إنها رجعت. بكرة رح روح على المعبد صلي لأنها رجعت بخير وسلامة. ستي يلا ارتاحي شوي رح قوم أعمل قهوة وشاي للكل. ستي تعي خليها ترتاح وأنا رح أجيب الدكتور. لو سمحت إذا في مجال تبعت الدكتور على غرفة ستي لأنه بدي أعمل لها شوية فحوصات. العفو. أهان متأكد إنك منيح؟ إيه كل شي صار قصدي على الطريقة يلي رحت فيها من ال... فأنا كتير آسف بس أنا... أهان شو ما عملت أنا بفهم السبب اللي جبرك تعمل هالشي. ايشكي قدمت كتير وضحت كتير كرمالك وكرمال هالعيلة وانت بالمقابل حسيت انه لازم تعمل لها شي فحاولت انك تعطيها فرصة احسن هون وتساعدها مشان ما تروح. وهالشي طبيعي انت حابب تكافيها على اللي عملته واكيد انا معك. هي مو فهمانة اي شي. بيوم العرس انت وافقت انك تتزوجها الى مو الي. اذا بتقدر تنسى اللي صار و يعني إذا جاهز بوعدك إنه انسى كل هالشغلات اللي مرت علينا. أنا هيك بدي وعيلتي كمان بدها إياك وستي هيك بدها كمان. إجا الدكتور وإنت لازم تطلعه لعند ستي فورا. روح يلا لسه عنا العمر كله لنحكي بهالقصص. تفضل من هون. وضعها صار تمام، ما في شيء بخوف، متوترة ومعصبة شوي، وبس ترتاح رح بتصير أحسن.
شكرا دكتور. العفو. صرفتي مثل الاولاد الصغار تماما. مين بيعمل هيك؟ قوليلي لشوف. مين بيطلع وبيختفي بدون ما يخبر اي حدا؟ ايه مزبوط، سونالي معها حق. بالعاده الكنه بتدعي لحماتها انها تروح وتختفي وتتركها على راحتها بالبيت لحالها. بس يا حماتي، وقت طلعتي ضايقتي كتير وحسيت قلبي عم يتقطع عليكي. كان لازم تتصلي وتخبرينا على القليلة. تعرفي شو اللي عملتيه فينا؟ كانت رح تجينا جلطة. كنا ميتين من الخوف عليكي، معقولة؟ كنا كلنا على أعصابنا، هي وهي وهاد وحتى أنا. كارتيك، هالحكي ما بيفرق عندها. عملت يلي بدها إياه. هي كان بدها بس تخلينا أنا وسونا أيتام مرة تانية. مثل وقت راحت أمي، وإذا راحت هي مين رح يهتم فينا؟ أهان امشي. أهان أهان استنى شوي، شو عم تحكي أنت؟ ما فكرت كيف حماتي ممكن تحس؟ فكرت هي كيف حسينا؟ اسمعني ابني، القصة مو هيك. أنا بس رحت لحتى تنهي حياتك. شو كنتي عم تفكري؟ إذا قتلتي حالك فكرتي شو رح يصير فيني؟ إذا أنت بتنجرحي جرح صغير بحس حالي رح موت. الحمد لله أنك قدرت تلاقيها لحماتي. مو أنا اللي لقيتها. لكن مين لقاها؟ ابني، على الأقل اسماني. شو لسه بدك يعني اسمها؟ مو عملتي يلي بدك إياه؟ كل شي علمتيني إياه أنا وصغير، صح والغلط، سمعتك بكل شي، بس اليوم أنت اللي غلطتي. فشو لازم أعمل؟ أهان. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.